السماء. ده أحسن إحساس في الدنيا. قبل ما تنزل ما فكرتش كده اللي هو إيه اللي أنا بعمله ده؟ أنا هرجع تاني مش هنط. لا أنا حسيت أنا لبست في الموضوع فهنط. يلا بينا النط. خلاص بقى اللي خلاص إحنا إيه؟ إحنا ركبنا الطيارة فيلا بينا. وأنت طاير بقى وفتحت عينك وشفت مصر، فكرت في إيه؟ أول حاجة يعني في الأول ما كنتش قادر أركز قوي، فاهمة؟ عشان أول مرة أعمل ده والإحساس كان يعني حلو بس الله في نفس الوقت، فاهمه؟ بس بعدين بعد ما ركزت شفت بقى النيل وبرج القاهره وشفت الزمالك وكان منظر بجد جميل قوي. بما اننا عند النيل هسالك شويه اسئله عنه. يلا بينا. تفتكر لقب لمصر مرتبط بالنيل ايه هو؟ هبه النيل. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الشطاره دي؟ ايه الشطاره دي؟ طيب اكلت دوره وحمص الشام مع حبيبتك على كورنيش النيل قبل كده؟ عشت التجربه دي؟ لا لسه لازم اعمل كده. حمص الشام له اسم تاني دارج بين الناس في الشارع، تفتكر ايه هو؟ تفتكر ايه هو؟ فكر كده. حلبسه صح؟ حلبسه؟ حلبسه. جامد جامد، قلتها غلط بس جامد. طيب بتحب ورق العنب في لعبه نيوتن؟ انت بقى بره لعبه نيوتن، ايه الاكلات المفضله ليك في مصر؟ بحب ورق عنب في الشور اكيد. قلت كده كتير بس بحب الكشري قوي. بقيت باكل شاورما قوي لا كتير قوي. شاورما. ما اكلتش ملوخيه قبل كده؟ ملوخيه اكيد اكلت. ايوه ده أكيد. اهم حاجه اكيد، بس مش فاكرها دلوقتي. طيب. طيب لو هتكتب رساله للعالم على شراع مركب في النيل هتكون ايه؟ اكتب ايه؟ اكتب live your best life، عيش حياتك. صح، حلو قوي. اوكي، ايه احلى حاجه موجوده في مصر مستحيل تلاقي زيها في اي مكان تاني غير الاوبفيوس؟ يعني الاهرامات. وغير كده انا قلت كده قبل كده بس حابب الناس قوي هنا، فاهمه؟ الناس هنا غير الناس يعني عندنا في العالم كله. لو هتنصح حد بقى من صحابك ان هو يجي يعيش التجربه دي بقى هتقول له ايه هنا في مصر؟ مش هتشوف حاجات هنا اللي انت مستحيل تشوفها في اي مكان تاني، يعني بجد. قولي لي بس، هتلاقي يعني لما بتنط بتشوف الاهرامات، بتشوف النيل، بتشوف حاجات كتيره جدا مستحيل تشوفها في اي مكان تاني غير مصر. عايزين نسمع بقى الفويس نوت اللي انت بعتها قبل ما تركب الطياره. اوكي. ونكتشف كده مع بعض. تمام، يلا نسمعها. بص يا برو، انت دلوقتي هتنط من طياره، اول مره تعمل كده في حياتك، واكيد يعني ام اكسايتد قوي قوي، في نفس الوقت متوتر، في نفس الوقت اكسايتد قوي قوي قوي، عشان قوي قوي اجين اول مره اعمل حاجه زي كده. وتاني حاجه انا هشوف مصر، اشوف الاهرامات، اشوف النيل، اشوف الزمالك من فوق، اشوف كل حاجه من فوق، فان شاء الله هتبقى اكسبيرينس حلو قوي. جامد، انا كنت صح. اي واز اكسايتد قوي قوي قوي. خلاص احنا كده خلصنا. اخر حاجه بقى عايزين ناخد سيلفي مع البرج. يلا بينا. يلا ليتس دو ات. اوكي.